اتفضل استاذ احمد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. لو سمحت حضرتك، انا والدتي متوفت بقالها سنه، وقبل ما تموت في فلوس جات لها ورث ابنها اخويا الله يرحمه، بس هو من والدتي يعني مش شقيقي، فجات لها 100,000 جنيه، فما لحقتش الفلوس دي تحطها في البنك، فانا اخذتها ليا. فالفلوس دي كنت عاوز اديها لاخويا ومرات اخويا وعياله، فهم مش محتاجين، فهل اديها لهم ولا لا؟ لا، هي الفلوس دي بدل كان في ملك والدتك قبل ما تتوفى، وتوفت وهي ملك والدتك وانت خدتها منها من غير ما تكون هي اديتها لك هبة، يبقى دوت ميراث وتتوزع على ان هي ميراث. تمام. هو الصراحة سواء كان بقى، أخويا اسمع بس يا سيد احمد، اتفضل. ما انا برضو عايز افهم حاجة. الميراث لا علاقة له بفلان محتاج ولا فلان مش محتاج. الميراث هذا حق اعطاه الله سبحانه وتعالى للورثة، والأبناء ورثة، فأخوك اللي هو ابن المتوفى وارث، وارث سواء هيرث أو بالتعصيب، فهو سيرث، فيبقى إذن إيه؟ يبقى هو هيرث؟ هيرث، يبقى المسألة كلها. طب هو محتاج؟ لا، الشرع ما علقش المسألة بأنه هو محتاج ولا لا، زي الشرع كده ما أجاز الإيه؟ ما أجاز إن الناس تقصر الصلاة وتجمعها من أجل السفر، لأنه ما ظنت المشقة. هو خلاص سواء بقى كان مسافر بقى سفر الملوك أو غير كده، فهو سيقصر الصلاة حتى وإن كان السفر بتاعه ما فيهوش مشقة، وهذا سيحصل على ميراثه لأنه مستحق للميراث. كان غني بقى، كان فقير، معاه مال قارون، دي فلوسه وهو يتصرف فيها زي ما هو عايز.